يا حبيبي كفاية أحبك مرتوي من عطف قلبي. القصيدة اللي هيغنيها لنا صديقي الحبيب الأستاذ علاء الكرمان ليها حكاية بيني وبين الأستاذ مصطفى مطلوب، هي اللي عرفتني بيه وخلتني أقف معاكم هنا. يعني من 1000 سنة إلا شوية، بالظبط سنة 1029 اتولد شاعر في مدينة القيروان. الشاعر ده اسمه الحصري القيرواني، عاش حوالي 60 سنة كده، 65 سنة. هو كان ضرير، بيقول ان هو اتولد ضرير وبيقول ان هو اصاب بالعمى وهو طفل. بقى من اكبر شعراء تونس، وكتب القصيدة دي اللي 1000 سنة عايشة، وهي قصيدة غريبة أما تسمعوها تعرفوا. كل معانا الأستاذ الشاعر الكبير هنسمعه بعد القصيدة دي، أستاذ مبروك بركة، وكل الشعراء اللي معانا عارفين إن في حكاية، إن في الشعر فن اسمه فن المعارضة. فن المعارضة ده إنك تاخد قصيدة معروفة لشاعر كبير تكتبها تاني بنفس القافية بنفس البحر وبنفس الموضوع بكلمات مختلفة. هذه القصيدة اتعرضت كم مرة؟ هي دي أكبر قصيدة في تاريخ اللغة العربية تم معارضتها 93 مرة، أشهرهم مضناك جفاه مرقد. القصيدة دي خدت أبيات منها فيروز وغنتها، بتقول ايه؟ يا ليل الصب متى غدوه، اقيام الساعه موعده، رقد الصمار فارقه، اسف للبين يبدده. خدها احمد شوقي وكتب قصيده مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. القصيده دي اللي كتبها احمد شوقي 30 بيت، والقصيده الابيات اللي خدها محمد عبد الوهاب 15 بس، اللي هيغنهم لنا الاستاذ عمر. حاجتين صغيرين كمان في الموضوع ده، من الغريب انها مش قصيده في الحب، هي مدح الامير من امراء اللي عاش معاهم الحصري القيرواني، لكن كعاده العرب يبداوا القصيده بالحب بالغزل وبعد كده ينتقلوا للمدح او للزم او اي حاجه او الهجاء. برضو قبل ما ننتهي من النقطه دي، اغرب معارضه، دي اجمل معارضه واشهرهم لان عبد الوهاب بلحنه خلدها، لكن اغرب معارضه كان بيرم التونسي امير شعراء العاميه، والغريبه انه عارضها باللغة العربية الفصحى بنفس الطريقة، لكن المرة دي هو ما كانش بيمدح أمير، كان بيمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. القصيدة اسمها اليوم الأسعد، في مرة هبقى أحكي لكم حكايتها. حاجة أخيرة قبل ما الأستاذ علاء يبتدي، في كلمات القصيدة اللي كتبها أحمد شوقي بيقول: الحسن حلفت بيوسفه والصورة أنك مفرده. ناس كثيرة فاكرة أن كلمة الصورة هنا يعني صورة سيدنا يوسف، هي هنا أحمد شوقي بيقول الواو هنا واو القسم، عشان كده بيقول والصورة المقسوم به مكسورة. يقصد مع أحمد شوقي حاططها بين قوسين، يعني هو بيقول الحسن حلفت بيوسفه، يعني لما شفتك كأني شفت سيدنا يوسف، والسورة يعني والمصحف وسورة سيدنا يوسف اللي في المصحف أنك مفرده. الأستاذ علاء كرمان وماك جفاه مرقد. Thank you.
كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لكنه راغب في من يعذبه لكنه راغب في من يعذبه وليس يقبل لا لوما ولا عدلا لخدك أشهد
عينك حلو يا حلة عينك الذكيتان أكذلك خدك يا جحد قد عز شهودي إكرامة فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبين كمالا يقدر واش يفسد ما بال العالي يفتح لي باب السلوان وأصره بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسد ما بال العالي يفتح لي باب السلوان وأصره ويقوم يتكل جل به وأقول يا دو مولاي.
قسما بثنايا ولؤلؤها قسما الياقوت منضده ما كنت هواك ولا خاطر سلم.